مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من شارع السور. واليوم في حديث مهم ومؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة والتي تعتبر واحدة من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة في البلاد، لما تتمتع به من دور واضح في رسم السياسات والخطط وتقرير أو المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات النشاط العمراني والبيئي والصحي وغيره. هي بلدية الكويت، فالسؤال هنا: هل فرضت بلدية الكويت هيبة القانون أم أن الأمر يحتاج إلى وقت؟ أين البلدية من مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت من بعض الناس للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة؟ أين موقع البلدية من الإدارة العامة للتحقيقات وكيف تتعامل مع القضايا المرفوعة لها؟ ما هو جديد قانون البلدية الذي صدر هذا العام، وما المنتظر من مجلس الأمة القادم؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله سوف نجيب عليها في حلقتنا لهذا اليوم من شارع السور. أرحب بضيف الكريم المهندس أحمد المفوحي، المدير العام لبلدية الكويت. حياك الله. حياكم الله، وأنا سعيد أني أكون ضيف في برنامجكم الناجح هذا. الله يطول عمرك. ملف ساخن للبلدية، احنا على استعداد إن شاء الله. وأرحب بالدكتورة والزميلة العزيزة الدكتورة ندى المطوع. حياك الله دكتورة، أنت رئيس قسم الدراسات في جامعة الكويت في مركز الدراسات الاستراتيجية. حياك الله. الله يحييك، وأرحب بمشاهدينا، وأتمنى يتابعون الحلقة بشكل جيد لأن هناك الكثير من الأمور الهامة والمتغيرات إن شاء الله بإذن الله نشهدها اليوم. احنا معاكم. البلدية ما لها وما عليها في الكثير من القضايا التي تختص بها البلدية وتؤديها في شكل يومي، وخصوصا فيما يتعلق بالحياة العامة للناس. يمكن ما في احد ما له علاقة في حياته بالبلدية من مصالح واحتياجات. نتابع هذا التقرير ثم نعود الى استكمال حوارنا ان شاء الله. تنفذ بلدية الكويت منذ فترة حملة عنوانها الرئيس فرض هيبة القانون، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين في البناء وإزالة التعديات وقطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة وفرض غرامات لأول مرة مع إحالة القضايا إلى القضاء. البلدية أقدمت على إزالة مقرين انتخابيين لم يحصلا على ترخيص، بالإضافة إلى إعلانات مخالفة، كما حصلت على 1,000,000 دينار من إعلانات على محلات مخالفة على شركات، كما ألغت لأول مرة عقدين وشطبت شركة مقاولات وأوقفت المكتب الهندسي عن العمل لمدة عام. تسهيل الإجراءات هدف آخر حققته البلدية، إذ لأول مرة تصدر رخصة الإعلان وأنت في مكانك، مما يسهل على المواطن. كما ربط القائمون على البلدية الإجراءات بالإدارة العامة للتحقيق ووضع قيد من على المخالفين، في حين قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بحملات ميدانية على السيارات المهملة والسكراب بجميع مناطق محافظة حولي، وأسفرت عن إزالة ورفع 125 سيارة وخمسة طراريد. الإدارة ذاتها قامت بإزالة كافة المخيمات المخالفة التي تم إقامتها في المناطق غير المسموح فيها بالتخييم في منطقة الصليبية، حيث أسفرت عن إزالة 101 مخيم مخالف. وواصلت بلدية الكويت حملاتها التفتيشية لمختلف الأنشطة، والتي أسفرت عن تحرير 49 مخالفة تنوعت ما بين تداول مواد غذائية بدون الحصول على شهادة صحية، مزاولة العمل داخل مطعم دون الحصول على ترخيص صحي، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، نظافة عامة. يمكن إخواني المشاهدين تابعتوا من خلال التقرير يعني بعض من المسؤوليات الملقاة على عاتق البلدية، من الأغذية إلى البناء إلى المنازل حتى مخيمات
الأخوة المرشحين للانتخابات القادمة، بالتالي البلدية ملفها كبير في حجم المسؤولية الموقعة على عاتقها. مهندس أحمد، اليوم موضوع فرض هيبة القانون أحد النقاط اللي حقيقة نتكلم عنها في كل يعني الجهات وهيئات الدولة، ولكن في البلدية بحكم تعاملكم اليومي جهة كبيرة متشعبة لكم علاقة في كل وزارات الدولة من تجارة إلى الصحة إلى يعني الداخلية في موضوع الطرق وغيره الأشغال، وين النموذج اللي تعتقد أن نقلت فيه البلدية نقلة نوعية في فرض هيبة القانون؟ البعض كان يقول من قبل البلدية يعني سهل أنك تتعامل معها في أنك تجد ثغرة في القانون وتأخذ ما تريد دون أن تطبق القانون. طبعا يعني خلنا نتفق على نقطة معينة، فرض هيبة القانون يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق نقطة مهمة أخرى، ان الكل سواسية. يعني هي فرض هيبة القانون على الجميع وبمسطرة واحدة، هذا اللي احنا سعينا فيه خلال الست اشهر الماضية، واعتقد ان في اكثر من باب تطرقنا له في اكثر من قضية، سواء قضية المباني المخالفة مو بس سكن خاص، ولكن الاعلام ركز على سكن خاص، ولكن ايضا كان هناك مباني بالاستثماري والتجاري، فنادق هناك قضايا ربحنا فيها ملايين الدنانير لصالح الدولة. احنا بدأنا ايضا نستشعر ان الناس بدأت تحترم القانون، وخاصة اذا كان هناك جدية في تطبيقه، ولكن قد نقول نحتاج بعض الوقت اكثر لكي تظهر هيبة القانون بشكل أوضح. في موضوع المنازل، أنتوا تقريبا فوق 50 بيت قطعتوا التيار الكهربائي عنهم، نعم، بسبب مخالفتهم لنظام البناء، نعم، إما متجاوز للمساحة أو عدد الأدوار. بالضبط. إحنا يعني موضوع السكن الخاص أو السكن الاستثماري، أو يعني خلينا نقول على السكن الخاص، يعني أنا في أحد الكبار بالسن استوقفني بالسوق ويقول شكرني على قطع التيار الكهربائي على يارا. قلت له ليش ما اشتكيت؟ قال ما اشتكي ما اقدر يعني، وبالفعل عاداتنا وتقاليدنا تمنع، وانا ضد الشكوى لان تخلق نوع من العداء وتخلق مفروض ان البلديه تبادر بتعديل الاوضاع دون الانتظار الى شكوى جار متضرر من شخص رافع بنيانه 5 ادوار او 6 ادوار، مانع الضوء على البيت، كاشف البيت لتاجيره او لاي سبب اخر. احنا اليوم ولله الحمد وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات وبالتنسيق مع نيابة التنفيذ قدرنا لأول مرة البلدية تحصل أحكام بغرامات وإزالة على متجاوزين، وهذه قبل ما كان في أحكام، غالب الأحكام تصدر بالبراءة أو تصدر بغرامة 100 دينار أو عدم النطق بالحكم، وهذه أشياء يعني احنا الاداره القانونيه شكلنا فرق مشكورين الاخوان في الاداره القانونيه في الكويت، بداوا يتابعون القضايا، بدا يكون هناك تنسيق لان مخالفات البناء الاداره العامه للتحقيقات هي من تقوم بالترافع عنها وليست البلديه، صار في تنسيق، مشكورين الاخوان في الاداره العامه للتحقيقات وزاره الداخليه، دخلونا طرف في كتابه المحاضر بكتابه حتى صحيفه الدعوه اللي ترفع الى القاضي، ويعني وكثير من واحنا حطينا الصوره، يعني تخيل الصوره كانت جدا مؤثره لما يشوفها القاضي، لان فعلا تكون واضحه وجليه، البيوت كلها دورين وهذا الست ادوار او 5 ادوار في منطقه سكنيه، او مثلا عماره مسكر المواقف ادى مشكله في موضوع زحمه في مواقف السيارات، وإزالة التعديات. يعني إحنا يمكن أزلنا بعض التعديات صار لها 15 سنة موجودة، وانتقدنا وينكم من زمان، كان يعني أغلب بعض الأخوان بالوسائل الإعلام، وإحنا نسمع ونقرأ وبالعكس نستفيد. أن تبدأ خير من أن لا تبدأ. نبدأ يعني إحنا بدأنا اليوم وفرضنا هيبة القانون، وصار الآن لما نبعث إنذار الكل يعني يعتقد بمدى جدية تطبيق القانون أو الإنذار، واحنا نقول هذه هي بداية. احنا الى الان لم نصل الى المستوى اللي نطمح ان احنا نوصل له في موضوع تطبيق هيبة القانون،
وعلى كل مستويات الدولة ولله الحمد الكل يشد على أيدينا ويدعمنا في موضوع تطبيق القانون ورد على موضوع السواسية. اشرح لي شو تقصد بالسواسية؟ ركزت اليوم عليها. اليوم المجتمع الكويتي يرفض أنك أنت تطبق على أحد وتخلي، لأن اليوم عندك وسائل التواصل الاجتماعي، عندك منتديات، عندك مو معقولة يقبل مواطن الكويت أنك تطبق على فلان وتخلي فلان اللي مرتكب نفس المخالفة. أنت ما حققت العدالة الاجتماعية بتطبيق القانون، هناك ارتياح حتى على المخالف ما يزيد، لأنه يدري أن إحنا ماشيين في مسطرة واحدة. إحنا ما وصلنا يعني إلى المستوى اللي إحنا نطمح له، ولكن إحنا بدأنا والله الحمد عندنا دعم مطلق في موضوع تطبيق القانون. جميل. وفي يعني كل ما نذهب يعني قاعدين نحصل. يعني على سبيل المثال يعني أنا دائما أقول لهم أنا عندي 500,000 مراقب، مو ما تعتمد على مراقبين البلدية، لأن أنا عندي السوشيال ميديا ما ترضى. واحد بنا مخالف صور وأشكره، وإحنا تعمدنا الشفافية. يعني في واحدة من الحوادث لأول مرة تطلع جهة بالحكومية تقول نعم كلامك صحيح، الكلام يا فلان ما عرفه كان حاط نيك نيم، نعم الكلام المتداول في هذا الموضوع هو صحيح وسوف نتخذ إجراءات. ال 500,000 ايش تقصد في يوم؟ أقصد مواطنين اللي هو من خلال وسائل التواصل. اي نعم، تواصل التواصل الاجتماعي، يصور ويطرش وينتقد ومن حقه يعني، ولكن طبعا مو الهجوم اللي ما له معنى ما نرد عليه، ولكن الانتقاد حتى ولو كان لاذع بعض او قاسي احيانا او قاسي لا ناخذه ونتقبله. يعني انا واحده من الاشياء اليوم، واحد مصور مزرعه في منطقه صباح السالم فيها سيارات بلديه، اي مصور وريال وقال وينك يا فلان وينك يا فلان، على طول راح وخصمنا على الشركه وطلب تحويل موضوع التحقيق، لان هذا يعني مصور يعني اعتقد هو هدفه شارك. إذا هو ما حس راح طرشت له وقلنا له مشكور وسوينا كذا 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 وصار كذي. ممتاز. عشان كذي تلاقي في بعض على طول الإخوان المنتقدين يتحول إلى مشارك في البناء معاك، مشارك يعني في رصد المخالفة وداعم. إحنا اليوم البلدية بيني وبينك تحتاج إلى تسويق. البلدية كثر ما أنت تتكلم البلدية وسلبياتها، ملفات ضايعة، مخالفات كثيرة، أنت تحتاج إلى ناس مؤمنين بأدائك من خلال المجتمع عشان أنت تقدر تأدي بشكل. أنا راح أخذ أمثلة كثيرة معاك على موضوع يعني فرض هيبة القانون، لكن شنو أهمية دكتورة ندى، أهمية أن يشعر المواطن أو المستفيد أو المقيم في الدولة في موضوع أنه القانون تساوى على الجميع، لا يوجد كبير ولا صغير ولا تاجر ولا فقير، الكل تطبق عليه الأمر؟ لا شك أن الشعور بعدالة تطبيق القانون يحفز الشخص أنه يلتزم بالقانون. يعني واحدة من المفاجآت اليوم بالفيلم أن 100 شخص من اللي قدموا في المخيمات كلهم خالفين، فاضطرت البلدية تشيل 100 مخيم. كنت أتمنى أن نسألهم، يعني القانون معروف، هل التجاوز لأنكم تعتقدون أن هناك مسطرة غير متساوية بالتطبيق فبالتالي أنا غيري مو أحسن مني، أم هو جهل بالقانون؟ يعني أنا عندي ودي أني أعرف. لا شك أن اليوم مع الإعلان عن القوانين، وأنا حريصة جدا على تطبيق التكنولوجيا وأتمنى الالتزام، لأن البلدية من المؤسسات الخدمية اللي تعقيد الإجراء ولد الوسطاء، وهذول الوسطاء اللي عطني أنا أخلص لك هم أساس انتشار على الأقل فكرة إنه ياخذ رشوة أو ياخذ أو غيرها، لأن الإجراء صعب وما كان متوفر أونلاين. فأتمنى من التغييرات الجديدة أن تتغلب البلدية على هذه الصعوبات، تلغي قضية الوسيط في تخليص المعاملات وتكون بين الشخص وبينهم مباشرة. بس لاحظ بالخيم الانتخابية أن فعلا يعني كان في البداية البعض اعتقد أن لأنها حل دستوري وفترة بسيطة وسريعة بيخلوني كل واحد وفي حملة لتشجيع التصويت يعني بتسهلون معه، لكن لا ما تسهلت. فهذه تشعر بأن على الجميع أن تلتزموا
وبعدين ما حد راح يضايق، وهذا شيء جيد. ما حد يزعل من تطبيق القانون، يعني يمكن أنا تفاجأت أن أنتم في يوم من الأيام، وهذا الواحد يتساءل يقول شو علاقة البلدية في معرض عقاري؟ صكيتوا معرض عقاري، شنو علاقتكم فيه؟ هذه يعني اللي هو مختص فيه وزارة التجارة. نعم. وفي أرض المعارض كشركة هي اللي تعطي الترخيص لإقامة النوعين من المعارض. احنا يعني احنا نستشعر يعني دورنا في حماية المواطنين من الغش التجاري، لذلك وردت بعض المسجات والواتسابات على تملك شقق في مناطق سكنية، مما يعد هذا مخالف جسيمة للبلدية بقانون البناء. فعلى طول بادرنا، هو المخالف للقانون بالأساس بعيدا عن البلدية تملك شقة في منطقة سكنية. نعم نعم. أوكي. فبدأ تدخل هذه في عن طريق المسجات. على طول بادرنا أصدرنا بيان قبل المعرض العقاري، قلنا في بيان من بلدية الكويت أن نحذر المواطنين والمقيمين بعدم يعني الخوض التعامل مع هذه نظرا لمخالفتها للقوانين. وبعثنا كتاب أيضا لوزارة التجارة، قلنا ورد لنا بعض المسجات من شركات في هذا الأساس، وهي فيها مخالفة بس مو شغلي شغل التجارة، اللي هي تحديد نسبة الربح يعني العائد بالقانون. خلينا نرجع للفكرة الأساسية، أن هل أستطيع أنا أني أتملك وثيقة تملك شقة أو دور في بيت في منطقة سكنية؟ لا يجوز بالأساس، القانون لا يسمح. بس هو التلاعب يصير في أنه يدخلك مشاع على الأرض، ما يدخلك في ملكية الشقة. لذلك رصدنا اسم الشركة والشركات لهذا، وفتحوا معرض عقاري. فكلموني الجماعة عندنا المستشار القانوني، قلت له أنا بسكر. قال يعني خلنا قلت لا، أعتقد أنه لازم نسكر وحماية للمواطنين، خلنا نلفت النظر. شوف التسكيرة هذه صارت، صارت ردود أفعال إيجابية جدا. طبعا هو شغل البلدية، لأنه قاعد يبيع، احنا دخلنا من باب أنه قاعد يبيع مخطط مو مرخص ومخالف. ولكن بعدها شكلوا لجنة ثلاثية، الآن ما في معرض إلا في أختام أنه يكون مرخص، البلدية متواجدة في المعارض العقارية الآن ومعروف، ولله الحمد قدرنا يعني على الأقل نمنع بالمعارض وجود شقق يعني او عقارات مخالفه. احنا خارج الكويت مو من شغل البلديه، ولكن نتكلم عن داخل الكويت. خالفتوا فنادق؟ احنا يمكن تكلمنا عن فنادق في البدايه. احنا زلنا فنادق، زلنا كان في بعض التعديات. اي نعم، زلنا بعض الفنادق المشهوره ومرفوع قضايا وفيها احكام اوليه بملايين الدنانير. واحنا يعني عشان اكون معاك، احنا لا يعني اي شيء مخالف من ضمن حدود وصلاحياتنا قاعد نتخذ في موضوع إجراء. النظافه، النظافه هي اهم كبير صراحه. احنا خلينا نقول شيء، يعني انت اليوم لما تقيم النظافه لازم تقيمها صح. النظافه في الكويت ما هي امتياز ولا هي ضعيفه، هي جيد جدا. نطمح ان وتستاهل الكويت ان تصير اكثر من امتياز، ولكن هناك مشكله في العقود القديمه مع الشركات اللي موزعه على المحافظات. البلديه لاول مره يعني فرضنا غرامات 5 مليون دينار على الشركات لاول مره. حصلتوها؟ اي اكيد، لان هي غرامات بالدفعات، فانت ما تخصم منه ما تعطي المبلغ المستحق. لاول مره خصمنا 5 ملايين دينار. عندنا بعض الإجراءات الآن في الطرح القادم، فتحنا للشركات الخليجية، إلى الآن مو متشجعين أن يدخلون سوق الكويتية. تدري ليش يعني؟ بس وهذا أيضا لازم نقول الجانب الإيجابي للشركات الكويتية. الشركات الكويتية سمعتها في الخليج للنظافة أفضل على مستوى الخليج. يعني تشوف البحرين تلاقي شركات كويتية، تشوف في قطر، وهذا شيء مفخرة يعني. لذلك الشركات الخليجية تعتقد أن يعني دخولها منافس لشركة كويتية في مجال النظافة ما راح تقدر أنها هي يعني. بس لما تفرضون 5 مليون وتستقطعونها من الدفعات اللي يفترض تحصل من الشركات، هذه هو عقاب رادع للتقصير. لكن على أرض الواقع هل تغير سلوك هذه الشركة وقامت والله تلتزم في معايير النظافة في الشوارع وفي البيوت وبين السكيك وغيره؟ طب احنا اليوم يعني جلد الذات ترى مشكلها. احنا اليوم لازم نقول ان الكويت لو يوم ما تنظف ترى راح تصير يوم مكان. يوم مو ساعة يعني، ما اقول لك اسبوع، يوم لو الكويت ما تنظف راح تصير مشكلة.
شركات النظافة قاعد تقوم بدور والمراقبين قاعد يقومون بدور. النظافة بالكويت مو امتياز يعني ما هي مثالية، ولكن هي جيد جدا، هي جيد جدا. قد تجد شارع معين تلاقي فيه يعني كوم يعني تكرم زبالة ولا ولذلك احنا متعاونين. يعني احنا اليوم في العقود الجديدة ايش سوينا؟ سوينا ان انت يا مواطن تصور وتبعث، لقيت يعني تكرم زبالة او وسخ تصور وتبعثه، اذا ما نظف الشركة تخصم عليه دايركت، تبثها حق مواقعكم اللي في السوشيال ميديا. اي هذا على عقد الجاي ان شاء الله. أي. 2017 عقود النظافه الجايه ايضا دخلنا المجتمع. الله ايش كثر معانا صور عاد. اي دخلنا المجتمع ووضعناها بالعقود. أي. ان الصور تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن احنا لازم نفرق ان هم مواد البناء مو شغل النظافه، هم يتكلمون عن يعني مواد البناء، تقصد المخلفات، مخلفات البناء. أي. دكتورة، المهندس أحمد يقول يعني، وهذا حقيقة أنا أعتبره جزء من الشفافية اللي يعني يتمتعون فيها، يقول مستوى النظافة ليست امتياز ولكن جيد جدا، طموحنا أن نكون أكثر من امتياز. وقلتي حضرتك قبل شوي أن البلدية خدمية والكل يتفق معك، قياس مستوى الرضا والوصول إلى الكمال في يعني الخدمات اللي تقدمها المؤسسات، كيف ممكن أنه تصل يعني قياس الجودة؟ كيف أنا أطلع المواطن عليه أنه يكون شريك معي في الوصول إلى الكمال؟ كيف المؤسسة نفسها تصل إلى يعني الجودة العالية اللي هي هم أكيد رئيس هذه المؤسسة؟ صحيح، يعني في علم الإدارة اليوم أصبح الكواليتي كنترول أو إدارة الجودة أو المحافظة على الجودة من أبرز سمات الإدارة الصحيحة. قد تكون إحدى الطرق الناجحة هي ليست التصوير والإرسال للبلدية، لأن أحيانا البيوت لها خصوصيات، فلا تريد أن تشجع الناس أن تصور الشارع وصور كل مكان. هذا أسلوب متبع ترى في أوروبا، في أمريكا، طبعاً، في الإمارات. بس أنا موضوع الحوادث والمخالفات اللي في الشارع، بس أنا أشوف الموضوع الأفضل شنو، إن الشركة عندها رقم خاص وراء السيارات، اتصل بهذا الرقم إن رأيت أي مخالفة بالشركة مباشرة. أنت رقم هذا الشركة ولا البلدية؟ رقم الشركة. الشركة ما يرد. بلغ عن السائق بأنه، وتكون الشركات بس مسجلة. هذا خصم حكم. أنا بحاول بس أطلع المؤسسة الخدمية من أنها تكون بكل هذه الإجراءات، لأنك. هي مراقب. صحيح. بس أنت. يعني على تطبيق جودة الخدمة. مثل حماية المستهلك اللي حطوا موقع وقالوا يا جماعة حطينا لكم موقع على السوشيال ميديا دزوا لنا، وهذه كانت خطوة ممتازة. فلأن الأمور الواحد يشوفها بعينه، مثل سيارات الأجرة اللي تضع الرقم إن كنت غير راضي اتصل فينا، أيضا الشركة أنا باعتقادي لها الحق أن تعلم إن هذا المواطن شاف الشركة، يعني عطوها بس فرصة تعديل عملها الشركة نفسها بعدين اشتك عليها. بس إذا مباشرة بكل خلل الإنسان يتجه وين بيلحقون؟ أنت اليوم يعني المهندسين أنا سمعت إن يتمنون أن تقلص الإجراءات لأنهم يضطرون. تذكرين دكتورة؟ نعم. قبل في سنوات، يعني قبل كان في سيارة صغيرة البلدية اللي لونها أصفر أوانيت، رديناها إن شاء الله ب 2017 كل السيارات رديناها الصفر مرة ثانية، يتابعون شركات النظافة اللي هو بصفة مراقب كبلدية. هو يراقب جودة الخدمة إن الشركة التزمت ولا لا. فكان الموظف الحكومة اللي في هالسيارة هذه، في سيارة البلدية اللي كانت مشهورة باللون الأصفر، يفتر لأن الشركة مثلا جات بالليل أو الصبح وشالت الزبالة كرمش الله والمشاهد الكريم، فيتابع وراهم هل التزموا بالتنظيف كامل ولا لا. فاليوم تقول لا، رديناها في 2017 عقود الجديدة. يعني احنا اليوم خلينا نقول شغلة مهمة، جودة الخدمة تعتمد على شنو تكتب من شروط مرجعية، يعني شنو تكتب بالكراسة بالاشتراطات، يعني المعايير المكتوبة. اي المعايير المكتوبة احنا اليوم عدلناها بطريقة راح تؤدي الدور الرقابي المطلوب. الشركة وضعنا لها خطة واضحة، يعني أيضا خلنا نتكلم بشفافية، أيضا في بعض البنود الموجودة في العقود الحالية ضبابية لا للشركة ولا للبلدية. يعني هذه مثال،
يعني الجي بي اس تحديد المواقع. اي تحديد المواقع. يعني احنا ما نبي نتكلم بانتقاد يعني قاسي على 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 من صاغ يعني، ولكن الخطا موجود ما في باس ان نذكره. يعني هذا يعني مفروض ان الجهاز تشتريه البلديه اللي هو مال نتابع حركه نقل السيارات، ولكن هو شركه هي اللي موفرتها يعني. اي وبصمه العامل عند الشركه خصمه حكم في نفس الوقت ما يصير. يعني في بعض، انا ما ابي يعني ادخل في هذا، ولكن هي في بعض البنود تكون ضبابيه يعني يجوز ولا يجوز. غيرتوها في قانون البلديه الجديد؟ لا غيرناها في 2016 ولا تتكلم عن عقود؟ عن عقود النظافه. تم تغييرها في عقود 2017 الجايه، وراح تشوف الفرق. التصوير دكتورة، التصوير هو راح يشجع الشركة بعملها. يعني أنا ما راح أخالفه مجرد ما صور، ولكن راح أخالفه إذا ما طبق. يعني يمكن معرفته إن إذا شاف الصورة إنه يلتزم. هو يلتزم. يعني أنا في بعض المرات ألقى شوارع أدري إن ما مرت السيارة عليها. إحنا نشوف نعرف شنو إما السيارة تمر. حتى الآن أنا رديت غسيل الشوارع، يمكن إذا لاحظتوه يعني كان موجود من قبل، ولقينا عقود نظافة موجودة فردينا يعني غسيل الشوارع. حتى بالأعياد يعني غسلنا المساجد، ساحات المساجد، تعمدنا أن إحنا نرد هذه وموجودة بالعقود. يعني ما هي شيء جديد، بس ما كانت مطبقة. ما كانت مطبقة لأن التكلفة على الشركة وهم بيخفضون التكاليف. نعم. احنا راح نتابع معاكم الحديث في ايضا جوانب اخرى من ناحيه فرض القانون وكذلك تسهيل وتطوير الاجراءات في بلديه الكويت، لكن عقب ما نتابع هذا الاستطلاع اللي اعدوه الاخوان في الاعداد، نسمع فيه مجموعه من اراء المواطنين ثم نعود لحوارنا مع ضيفنا الكريم. احنا لازم نسوي لجنه تحقيق على ناس الرقابة، على اللي يراقبون نفسهم، على أساس أن الرقابة هذه لا يصير فيها واسطات ومحسوبيات وطوف هذا وطوف هذا. لازم كلنا نكون على مسطرة واحدة عشان تذي تنعم البلد ونتطور ونزدهر إن شاء الله. نبيهم بعد يكثفون الحملات هذه عليهم، لأن المطاعم هذه إذا كان ما في رغاب عليهم كل واحد يعني يسوي اللي يبيه، وهذا ما لازم رغابة. بالعكس أنا أيد هالشيء، هذا شيء طيب والله يعطيهم العافية. هذه أمان وهذه حياة بشر، فمهما كان بعيدا عن المحسوبيه بعيدا ايا كان، هذه امانه يجب ان يدونها، وهذه حياه بشر، ممكن ولده ولدي اخوه اختي اختي، لازم نحافظون على الشيء هذا. وبعض الشوارع يعني مطاعمهم نظيفه وعليها مراقبه وطريقتهم بالطلب كل شيء زين، لبسهم نظيف، كل حاجه فيهم. بالعكس انا رحت كل دول ما في مثل الكويت ابدا يا صديقي. انا يعني بشوف من رواد السوق اشوف انه ما في رقابه صارمه على المطاعم، يعني واضح الشيء هذا، ما يحتاج ان نطبطب على البلديه ونقول يعني، فهذا شيء واضح يعني. يعني بشكل عام يعني هي مقبله جدا، ولكن تقتصر الى بعض النظافه من اصحاب المطاعم، يعني العمال اللي يشتغلون ما يهتمون كثير بتنظيف الاماكن بعد ما ينتهي الزبون مباشره، خاصه الارضيات شوفها قدره، يعني نقول نقدر عليها قدره. والذباب طبعا، الذباب شيء غير مقبول في المحل. يعني أنا أشوف سبب الذباب أنها قريبة من سوق السمك. البلدية لازم تفعل قوانينها وتزيد موظفينها وتراقب الفني أو الطباخ أو اللي يشتغل بالمطبخ، يعني يهتم في نظافته، في أظافره، في لبسه، في القيافة، في حتى يعني قصة الشعر، كل شيء. ونقترح عليهم أن يحطون يا أخي المطبخ اللي يشتغلون فيه الزبون يشوفه، يكثفون شغلهم، يشوفون المحلات الأكل، المأكولات الفاسدة والسيائير، أي شيء مختص فيهم إنه يشتغلون، لأن بالنهاية هذه ديرتهم كلهم. احنا معاكم اخواني المشاهدين، يمكن شفنا مجموعه من الاراء للاخوه المواطنين اللي تم تسجيل هذا التقرير وهذا الاستطلاع مثل ما نشوف في منطقه المباركيه، ويمكن اغلب الملاحظات اللي شفناها تدور حول المطاعم اللي موجوده في المباركيه، في سواء في النظافه الشخصيه للعمال او نظافه المطاعم. مهندس احمد،
يعني هذه الآراء تقودنا إلى أو تخلينا نستعجل مفهوم الأغذية بشكل عام والخدمات اللي تقدم في المطاعم، زائد فكرة الأغذية الفاسدة اللي بين فترة والثانية نشوف لكم خبر في الجرائد إن أنتوا ألقيتوا القبض على مخزن مثلا أو صاحب هذا المخزن يعني وحرزتوا بضاعة فاسدة من الأغذية وغيره. وين وصلتوا في هالملف، وهل تم عليه تعديلات في القانون الجديد 33 على 2016؟ هو طبعا القانون الجديد نقل هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للغذاء، ولكن هم بصدد عملية الانتقال، يمكن خلال السنة القادمة راح يتم الانتقال. ولكن بس هو تحت يدكم إلى الآن؟ هو ما زال تحت يدنا، وهي أمانة يعني، وأمانة مهمة أن احنا نأديها بشكل سليم، لأن هي تتعلق بصحة المواطنين والمقيمين. يعني أنا هم أرد يعني ترى يعني الدور الرقابي للأغذية في الكويت مو سيء، بالعكس هذا يستشهد فيه حتى في دول مجلس التعاون. يعني احنا خلينا نشوف حالات لا قدرات تسمم بالمستشفيات، احنا رابطين مع المستشفيات، أي حالة تسمم تي ناخذ أقواله مثلا كلا شنو أي مطعم ونروح على طول، فريق يروح على طول للمكان اللي حصل فيه هذا. احنا مو متأخرين في هذا الجانب، بس احنا ما نعلن القصد منه طمأنة الناس انه في هناك رجال قاعدين يراقبون الأغذية ويراقبون. البعض يقول ان عدد رجالكم وشبابكم غير كافي. لا، احنا عندنا يعني خطة عمل، هي القصة، عندنا فرق طوارئ تعمل بعد خارج اوقات الدوام الرسمي، وعندنا الإدارات المعنية في إدارة متكاملة بمراقبينها تعمل خلال الصبح. لذلك احنا يعني في كثير من الحالات اغلقنا مطاعم، وهذا جزء من العدالة. يعني ترى اسماء يعني ماني قايل لك يعني اصحابها، لا يعني ما اتكلم يعني، ولا اسماء مطاعم كبيرة قديمة وكبيرة ومشهورة اغلقت ولم نلتفت الى أي اسم المطعم ابدا ولا اسم صاحب المطعم ابدا. والدليل ان احنا يعني ايضا الجماعه ايضا يذكروننا بالخير، الاخوان اللي يصور والله البلديه اليوم سكرت او سوت او كذا. واحد من الاخوان يقول لا بلاش نطبطب على البلديه لان في واسطه في قصه يعني تطبيق القانون من خلال الوسطاء، الفكره اللي تكلمت عنها الدكتور. احنا نتكلم عن اغذيه، من يتوسط على اغذيه؟ لان هذا المحل راح ياكل منه يا اخوك يا اختك يا مرتك يا عيالك، يا يعني ترى الاغذيه هذا الإنسان اللي يتساهل في موضوع الأغذية يعني هذا يعني مجرم صراحة جد، يعني لأنه يؤدي إلى موت طبعا. فإحنا اليوم إذا تبي تقيس يعني هناك ستاندر عالمي لمعرفة نوعية الغذاء اللي الدول يعني تتداوله، الكويت تحت الرينج بكثير تحت الرينج الخطر قصدك. خطر طبعا بكثير، بعيدين عن منطقة، وإذا تبي تقارنها بالمنطقة وبدون مبالغة طبعا. احنا نبي الاكثر افضل، يعني انا ما ابي امدح يعني ولكن هذه ارقام واحصائيات، احنا افضل بكثير من 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 دول. مهندس احمد، شنو يعني صحه بين فتره والثانيه نسمع اخبار متداوله في السوشيال ميديا، وتعرف السوشيال ميديا ايضا فيه الغث وفيه السمين، فيه الصحيح وفيه الاشاعه، ان انتم القيتوا القبض على مطعم يتداول لحوم الكلاب اجلكم الله، ولحوم الحمير اجلكم الله او كذا، هل هذا الكلام صحيح ولا إشاعات؟ لا أبدا، ولا طلعنا ونقول لا. يعني في بعض اللي قالوا عن لحم ما أدري شنو كان وقتها نفيناه، مو صحيح، طلع مو بالكويت أصلا، حتى التصوير وإحنا عندنا قالوا هذا يعني أجلك الله كانت حمير. رجال الداخلية الله يجزاهم خير يعني ما شاء الله عليهم، نبلغهم يعطونا يعني يعني في كثير من الأشياء ما تكون في الكويت، وفي أشياء تكون بالكويت. يعني في منظر أنا ما صدقت، قلت هذا مو بالكويت في بعض الـ هذا، قلت لا هذا مو بالكويت اكيد. راحوا الربع حقوق قالوا عبد الله هذا بالكويت، قلت مو يتسكر هذا الان يغلق بدون ما ادري شنو هو او منو هو. شلون تستفيدون من تجارب الاخرين؟ احنا شوف في موضوع رقابه الاغذيه، شوف بالكويت في نقطتين مهمين، رقابه الاغذيه مميزه الكويت رغم الانتقاد، وبالعكس ودنا نصير احسن يعني ان شاء الله نصل احسن. ولكن أنا أقول لك ليش ناقصنا شنو بالرقابة على الأغذية، وإن شاء الله هيئة الغذاء تطبقها والمخطط الهيكلي. هذا الشغلتين إحنا يعني يجونا أخواننا وأشقائنا في مجلس التعاون
نبين لهم الآلية اللي نتعامل فيها في رقابة على الأغذية وفي المخطط الهيكلي. يعني فسرنا شنو العلاقة بين الاثنين؟ لا، المخطط الهيكلي أقصد كعلم يعني. هذه النقطتين يعني الموضوعين يختلفون على بعض. الأغذية شنو المشكلة في الأغذية؟ الأغذية أنت تروح دول أوروبا تلاقي ما تلاقي إكسباير، خصوصا الأكل اللي يباع أو الجبن أو هذا. ليش؟ أنا سألته قلت له وين الانتهاء؟ قال لي أصلا الناس تتمنى أن تتسمم. قلت له أعوذ بالله، ليش؟ قال أنا أنتهي حياتي، الغرامة مو غرامة عادية، غرامة قاسية ما تحملها، أنتحر يعني، يعني ما أقدر. قلت له ليش؟ قال هي القانون كذي، يعوضه بالملايين هناك. اي، فيقول انا شو اسوي؟ الغرامه تقصد؟ غرامه اللي على المحل، غرامه قاسيه، قاسيه جدا. يقول انا افحصها 3 مرات بدون ما حد يطقني على ايدي، ولا المفروض ما افحصها. يقول انا افحصها الصبح عشان لو احد ادعى، يقول روح اروح حق يعني عندهم مختبرات معتمده بالدوله، اقول له تعال ابيك تفحص هذه الاغذيه 3 مرات باليوم، طيب الصبح وظهر ومغرب، عشان لو احد يدعي انه تسمم اقول له لا انا باليوم الفلاني وعنده يعني يقول عندي اوراقي وملفي. احنا عندنا لازم العين الراقبه وهذا موجوده في يعني في كثير من الدول، ولكن الدول المتقدمه تعتمد على نقطة أن العقوبة قاسية وأنت اللي هي القاعدة الحضارية، أنت صادق ما لم تثبت عكس ذلك. مختبراتكم المتوفرة لفحص الأغذية يعني هل عددها كافي لاستقبال جميع العينات، مع الأخذ بالاعتبار أنها راح تنتقل إلى هيئة؟ إحنا ما عندنا مختبر، المختبر هو مختبر وزارة الصحة، مو لكم، مو البلدية، البلدية الآن قاعد تبني مختبر. ما عندكم أنتم إدارة للأغذية أصلاً؟ طبعاً عندنا. طيب، إدارة أغذية في كل ما عندها مختبر تفحص؟ كلها تبعث إلى وزارة الصحة. هل المختبر هذا كافي؟ لأن الصحة يعني لها شغلها في هذا المختبر، هم مو مخصص لكم أنتم بروحكم. يعني إحنا ربعنا من كثر ما تعاملوا مع الغذاء، مجرد ما يطالعون يعرفون، يعني يعرفون على الأقل في فحص ظاهري وفي فحص للبكتيريا والجراثيم وغيرها من التدقيق. يعني هذا فحص بالنظر، لا ما نعتمد عليه احنا، يعني من باب الخبرة. بس اليوم الغذاء لازم يفحص من خلال مادة كيميائية، مختبر، عينة. ما في عينة تدخل الكويت إلا ما تروح فحص عن طريق وزارة الصحة متفقين. ولكن هل الضغط على هذا المختبر يفي بالاحتياج وكم الأغذية اللي يدش الكويت بشكل احنا يومي؟ الآن البلدية بقت تبني مختبر خالص يعني هو في ولكن يعني راح يروح يعني ويستاهلون احنا في أكيد. في مكان واحد دولة واحدة. ايه؟ أكيد ما فهم الآن احنا في التشطيب النهائي يعني خالص راح يسلم إلى الهيئة العامة للغذاء، واشتركوا معانا معهد الأبحاث في وضعه وحتى وضع أسماء الدكاترة يعني أقصد مو أسماء تخصصاتهم وشهاداتهم، يعني مسوين الإخوان في معهد الأبحاث مع بلدية الكويت شغل راقي في هذا. طيب، المختبر. أنا سألت المهندس أحمد المنفوحي دكتورة عن موضوع الاستفادة من تجارب الآخرين، وين تعتقدين يعني أهمية أن فعلا نطلع على تجارب الآخرين اللي سبقونا مثلا إن كانت أوروبية أو خليجية؟ صحيح. وبالتالي نجود مستوى الخدمة ونقدم خدمة أفضل. فأحب أسمع رأيك، وإذا في مثال تحب تضيفه المجال مفتوح. لا شك أن أيضا من الأمور اللي ساعدت على تدارك هذه القضايا ليس فقط دور التواصل الاجتماعي، واضح اليوم من حديثنا أن دور فاعل جدا، دور رقابي يعني فاعل، ولكن أيضا وعي المواطن عن طريق المناهج الدراسية، عن طريق الاطلاع على نظم الأطعمة. بس القضية اللي أنا أعتقد أنها هي ستصبح يعني مهمة في الأيام القادمة هي قضية تشجيع العمل من المنازل. البلدية ما تراقب المشروعات الصغيرة الخاصة بالأغذية داخل المنازل، اللي داخل المنازل وتبيع عن طريق يعني التواصل الاجتماعي. اليوم تشوف اسم المطعم بالإنستغرام أو بأي وسيلة من وسائل التواصل التي تحمل الصور، الاسم والبراند ورقم التليفون، فتعتقد أنه هو مطعم، ولكن هو من مكان يعني علامات استفهام كثيرة على مدى المستوى والنظافة. لو شخص تسمم وين يشتكي؟ إذا كانت البلدية تقول لك أنا ما عندي ترخيص، هذول يشتغلون في بيوتهم. قطاع كبير من الشباب بدأ يعتمد على
هذا النوع من الأغذية. فأنا أعتقد أنه لازم في طريقة للرقابة، إما باستصدار مثلا تراخيص معينة للعمل في المنازل، حتى تستطيع البلدية أنها توسع دائرة عملها وتراقب ايضا هذه الاماكن. ما اعرف اذا عندهم استراتيجيه او لا. لا، احنا يعني موضوع المطابخ المنزليه او هذا احنا قاعدين نمنعها يعني، وقاعدين حتى خاطبنا وزاره الاعلام واكدنا على قانون النشر الالكتروني وقاعد تاخذون وزاره الاعلام محاضر ضد من يعلن على التعاون مع البلديه. اي إيه؟ لان الى الان ما تنظمت. وبالفعل يعني احنا مع الدكتوره بالعكس، يعني لو تنظم وترخص تسهل الرقابه، ولكن مجهوله. دور من انه يرخص يعني اليوم؟ إحنا كم كبير ويشكل جزء كبير يعني. حتى هي اليوم حتى من باب التجاره يعني، اليوم يقول لك انا افتح لي بشويخ وادفع ملايين وهذا بيته في مطبخه قاعد ينافسني. حتى في الجانب التجاري مع وزارة التجارة العملية تحتاج لها يعني وقفة، يعني مو بهالسهولة احنا اليوم نقدر نناقشها. ولكن انا مع ترخيصها كمشروعات صغيرة ودعمها، ولكن لازم ان يكون في هناك حلول للتجارة وآلية المساواة باكر. يعني انا الخوف ان تصير بيوتنا كلها مطابخ، يطلعون من شويخ ومن العرضيه ومن هذا ويون بالبيوت، يقول اول شيء ارخص واوفر بدون ايجار وبدون اجار. ففي انعكاس اقتصادي اخر لازم نفكر فيه، ولكن لازم نشوف له حل يعني. طيب بس انا في مثال عن يعني احنا البلديه، احنا رحنا الى اشقائنا في الامارات العربيه المتحده لتوقيع عقد للساتلايت الاماراتي. هم عندهم قمر صناعي الله يبارك لهم خاص في الإمارات، مشكورين جدا. راح نوقع معهم مذكرة تفاهم، يعطونا صورة جوية أسبوعية للكويت، يعني صورة نقدر نراقب المخيمات، نقدر نراقب التجاوزات على أملاك الدولة، نقدر وممكن نحطها بالجي آي إس كلاير نضع فيه المنازل. فهذه مع خطة التطوير الجاية للبلدية إن شاء الله راح نتكلم فيها. يمكن شيء طيب هذا التعاون، بالعكس انا يعني بيننا أنا وبين أنا اي دوله أنا خليجيه حقيقه أنا مفخره يعني ان نتعاون مع الاخرين وخصوصا دول الخليج. بالعكس، وانا يعني لما خيرت قلت الامارات. لما خيرت بالعكس اشقائنا، واحنا يعني سعداء بتقدمهم، وان شاء الله نتقدم يعني ايضا معاهم. أكيد. وهو المصلحه الخليجيه واحده يعني. يمكن هذه اللي سالتك وسالت الدكتوره عن بس اذا مثلا نسيت اقول لما سالتني اذا اعرف امثله بالخارج بشكل سريع. في مدينة كامبريدج في بوسطن البلدية كانت حاطة إعلان كان حتى تحت الصفر، يعني شوية أبرد من وزارة الإعلام بالاستوديو اليوم. الجو بارد برا وبارد بالاستوديو بالضبط. فكان ثلج مثل هالأجواء. البلدية حاطة موقع في كامبريدج وكاتبة نحتاج مبلغ، طبعا هناك لأن الناس تدفع ضريبة. أكيد. يعني نحتاج مبلغ لترميم جهة معينة، ساعدونا بآرائكم. فأنا يعني حسيت بأن هذه المؤسسات حتى لو بدت جامدة وقوانين وإزالة، وأحيانا البعض يعتقد البلدية ضد في كل شيء وتقطع الكهرباء، بس لما تطرح البلدية تقول ساعدوني أعطوني أفكار، أنا أعتقد هذه يعني لها أثر جيد بأنهم يسمعون شنو المواطن عنده من فكر. فأنا أعتقد هذه تقرب المسافة. إحنا بلدية الكويت يمكن سوت حولي أمانة، وسوينا كرنفال بلدية حولي، وسوينا المباركية يعني، ونجاح المباركية هذا يعني إحنا لسنا ما كنا نتخيله. إحنا ودنا المباركية تتطور أكثر، هي الحين جاذبة صراحة. لا هي جاي عندنا مشروع ضخم جدا لتطويرها. شنو شكل المشروع حق المباركية؟ عندنا مكتب استشاري عالمي راح يتم التعاقد معه لوضع تصور للمباركية. المباركية فيها ميزة تختلف عن باقي الدول المصطنعة التراث. احنا واقع يعني يعني المكان يتكلم، تراث تاريخي. انا يكلموني شركات كبيرة في الكويت لما يستضيفون يعني ضيوف من خارج من اوروبا او من امريكا، فيقولون له يعني يعطونا كذي تشيك ليست وين تبي تروح.
فيقول نحط له اماكن معينه يعني انها هي تليق يعني انها تشاهد يعني رئيس مجلس اداره شركه يقول المباركيه يعني هو يكتب له اذرز فيكتبها المباركيه يقول هذا وين سمع المباركيه لا ما عمره طب شغل وسط يعني ما عمره طب الكويت سوى سيرش يروح المباركيه المباركيه احنا سكرناها احنا ترى ما احنا سكرنا الشوارع بلطناها اللي بدون سيارات الان بدون سيارات حطينا لها اناره صراحة. البلديه ونجحنا فيها نجحنا فيها يعني الان مع تطويرها هل راضي انت عن مستوى النظافه داخل شوارع المباركيه يعني امس تشوف كميه التنظيف اللي تم امس يعني كان عندهم حمله تنظيف كامله هل تستمر بشكل يومي كل خلاص منهج كل ولا حمله فقط لا كل اسبوع راح تغسل يعني المباركيه تغسل شوارعها وممراتها وسكيكها واصلا الحين راح نحط الفرجان القديمه بالتعاون مع يعني بعض الشخصيات الفرجان القديمه راح نضع اساميها في داخل المباركيه طيب في فكره تطوير وتسهيل الاجراءات اليوم انتوا كثير من جهات الدوله وخصوصا لما مثلا جهه تبي مثل اسكان تبي اراضي تقط اللوم على البلديه والله البلديه ما اعطتنا ارض هذا قبل لا الحين لا غير الحين لا وين بسطتوا الاجراء وشلون انا ضربتك كمثال جهات اخرى في الدوله مثلا البترول وغيره ايضا يقطونها براسكم فضرب لنا مثال بحيث ان تبين اذا هالمساله فعلا تطورت ولا الى الان احنا دائما مرات لما انت تعمل وتجتهد تنتظر من الاخر الشكر فقط هذا الشكر يعطيك دافع وقوة اليوم أنا أمانة أشكر عبر تلفزيونكم وبرنامجكم من شارع السور وزير الإسكان يعني في كل محفل يخرج ويشكر البلدية وحتى في اجتماعات الوزارية يشكر البلدية البلدية ساهمت في هالفترة البسيطة بتخصيص جنوب سعد العبد الله تقريبا 30,000 وحدة سكنية جنوب صباح الأحمد 25,000 وحدة سكنية غرب عبد الله المبارك جنوب غرب عبد الله المبارك 4,600 قسيمة وندفع مع الأخوان في موضوع إزالة طبعا سعد العبد الله جنوب سعد العبد الله فيها معوقات بس لسبب الإطارات الإطارات فيها 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 ماي فيها كذا ولكن أنت قريبة من المنطقة الحضرية راح توفر على الدولة ملايين لأن تدري قبل كانت التخصيص لما خصص من بعض المناطق عشوائية ما كان يعني لذلك تجد فيها مثلا خدمات مزارع دواجن والآن بدأ المد العمراني وصلها فلازم هذه الآن تروح إلى مكانها الصحيح وهذه فهي تحتاج بعض التوفير بالملايين من وين يجي على الدولة؟ لان هي على ثلاث شوارع رئيسيه هي على الخامس والسادس و6.5 موجوده موجود الخدمات انت اليوم تتكلم عن منطقه مثل هذه منطقه بالنسبه توفر كثير واحنا نقول سعداء بان احنا نعمل اكثر ونعمل لان هي قضيه مهمه وحتى يمكن مجلس الامه لما حطها في اولوياتها حط القضيه الاسكانيه كاولى القضايا اللي تهم المواطن صحيح. احنا اليوم البلديه عملت ويد بيد مع الإسكان ولذلك احنا نشكر مع يعني اول مره بدا يخرج وزير يقولنا مشكورين شكرا لجهدكم ولا ننسى طبعا يعني ايضا اعطاكم دافع شكر الوزير جدا انت اليوم ما تحتاج شيء الا انت شخص يقدر الجهد اللي انت تقومه بشكرا ويشكر شكرا وين في التلفزيون في مجلس الوزراء فيعطيك انت دافع ان انت اديت عمل دافع ويعطي الفريق اللي في البلديه ايضا طبعًا دافع طبعا امانه هذا يعني انا هذه نقطه لازم اني انا اذكرها لمعالي وزير الاسكان يستاهل دكتوره تسهيل الاجراءات كيف ينقل تسهيل الاجراءات نوع الخدمه يعني البلديه اليوم ضربنا مثال فقط في موضوع تسهيل الاجراءات وازاله العوائق اللي موجوده على الكثير من الاراضي البلديه يعني كانت تنتظر شكرا فقط وشوف الدافع الكبير في توفير الاف الأراضي والقطع السكنية تسهيل الإجراءات شنو يضيف للمؤسسة؟ طبعا بادرة جميلة من وزير أنه يشكر هيئة يعني نحن نعلم بأن كل المؤسسات تسعى وهذا الشكر يعطيها دافع نفسي بأنها تطور حتى من أدائها وتشعر بأن هناك من فعلا يقيم لأن احنا دائما نسعى إلى التشابك اللي يسمونه الأفق بين الوزارات وبين الهيئات بالعمل
بالنسبة للبلدية احنا دائما ننسى القطاع الخاص قطاع مهم، صوته مو مسموع في مجلس الأمة، ولا بس قطاع بدأ يتطور، بدأ يحول خدماته إلى شكل طبعا إلكتروني وإداري حديث. فينتظر هذا القطاع من البلدية أنها تتطور معه بالنسبة للخدمات. المكاتب الهندسية حتى اليوم تشكو من كثر التوقيعات، وهي مكاتب معروفة وعلى مدى يعني محترفة عارفة شغلها، بس تشتكي بأن هناك الكثير من التوقيعات والمسؤول وانتظر المسؤول. أيضا قطاع الأغذية مثل ما سمعنا الأخ اللي اقترح أن هناك لجنة تراقب مراقب البلدية تحط عينها عليه، ويمكن ناقشناها في شارع السور المتسوق الخفي. صحيح. تطلق الوزارات حتى يراقب جودة الخدمة. يعني إذا اختصرنا هذه المحطات وتحولت إلى نظام الشباك الواحد مثل وزارة التجارة جهة واحدة، أو الموقع الإلكتروني، أو الأثنين معا، لكن فعلا أن جهودهم تسير بالطريق الصحيح، واللي طبق الإصلاح يجب أن يلقى اعتراض. لكن الإنسان لما يشعر بأن هناك عدالة وتطبيق القانون يصير عنده وعي أنه يتعاون مع الهيئة، وتكيف أن هذا لمصلحته. أنا يعني في نقطة مهمة، يعني اليوم المراقب الخفي موجود بالسوشيال ميديا. اليوم لو واحد يلاقي شعره في شوربة صورها وطرشها. يعني اليوم ما تحتاج أنت اليوم تقييم أداء، تقييم أداء عندك سوشيال ميديا. صحيح. عندك سوشيال ميديا، أنت اليوم راقب السوشيال ميديا. هذا المراقب الخفي، بس متى يختفي الروتين؟ لا احنا نيجي يعني التطوير هذا الموضوع. انا اتكلم الحين عن تسهيل الاجراءات، ويمكن الدكتوره حطت مجموعه من النقاط لتسهيل الاجراءات وضربت مثال الشباك الواحد. هذا موضوع وين كبير. وصلتوا في موضوع ان اليوم في اصدار التراخيص في التعامل الالكتروني معاكم؟ يعني عطني استرسل، يعني ما بيراجع عندكم. انا اليوم كمواطن ما بيروح، لا اضيع وقتك ولا اضيع وقتي، ابي ادش اونلاين واخلص شغلي. خليني اقول لك، احنا اليوم ان شاء الله في يعني احنا يوم أصدرنا رخص الإعلانات والصحي، وهذه خلصت، هذه تمت، يعني هي الآن موجودة واقع. أنت اليوم تدخل السيستم تجدد إعلانك وتطبع رخصتك وتعلقها تدفع الرسوم، ولا بلدية مراجعك ولا تمرني ولا أمرك في بلدية.gov.kwa. إيه وإحنا أصلاً هاي سوينا حملة نزلت وسائل الإعلام كلها. إحنا نكشف بعدين، بس هو ما تدري إذا أنت صادق ولا راح نيك. أما إذا أنت يعني خدعتنا راح تدخل بلاك ليست. السنة الجاية ما راح يقبلك الجهاز، يقول لك تعال للروتين. تعال للروتين وتحمل تضليلك. رحنا على، وهذا تم، رحنا على رخص التجارية البلدية مو 100%، 60% اليوم الرخصة متروح التجارة ما تراجع البلدية. الناس ما يدرون ليش. احنا ما يكنا لائحة تجارية تدخل، والبرنامج موجود الآن. يعني إذا أنت تدخل على البلدية تأخذ الرقم الآلي مال الشقة أو مال المحل، تضعه وتضع نوع النشاط اللي أنت تبيه، كل الأنشطة المدروجة في وزارة التجارة حاطينها، هذه صفحة البلدية. طيب. تدخل يعطيك رد البلدية مباشر، راح توافق ولا ما توافق، ما ترد. جميل. ما ترجع، وهذا مطبق لأن النظام قرأ المعايير مطبقها. خلاص. أنت بيرد عليك بالإيجاب. هي قصة معقدة، يعني هو جهد بذل يعني أمانة خلال 4 سنوات. اليوم إحنا قاعد نجني فقط من خلال استخدام الرقم الآلي. بس رقم الآلي الإخوان في المنشأة والبيت. ايه الإخوان في المعلومات المدنية، هذا نازل عندنا بالجاي اس على موقعنا. إذا إذا نزل على موقعنا عرفنا هو استثماري تجاري سكني، وهو طبعا شنو محطوط الرقم الآلي هذا، يوم الترخيص محطوط مساحة المنشأة ودورها. أي دور. نعم. فخلاص خذينا اللي نبيه بالبلدية، وما تطلع وتكشف ولجنة مربوط بالستلايت. فهذا اليوم أنت تروح وزارة التجارة اليوم ما يطلبوا رأي البلدية في 60% من المعاملات. في بعض المعاملات فيها مشاكل. فيها مشاكل. نظرنا تكون سباجيتي، المنطقة خليط، لذلك صعب أني أنا أحددها. ولكن أنا اليوم خلص 60 أو 70% من المراجعين أنه يدخل. مو بس كذي،
حتى انت تبي تمارس نشاط، واحد اجر لك شقه او اجر لك محل، تقدر تتاكد ان هذا موافق لاشتراطات البلديه ولا طيب. قبل لا تاجر. هذه يعني هذا جانب. الجانب الثاني ابي تكلمني عشان الوقت باقي لي 3 دقائق وبوزع بينك وبين الدكتوره في موضوع انت مر من ضمن كلامك او اجاباتك اللي تفضلت فيها موضوع المخطط الهيكلي للدوله. اعتقد هذا يبي له حلقه كامله، بس عطنا مجرد نبذة عليه، لأن المخطط الهيكلي للدولة اللي هو يقيس خط التنظيم وين وصل ويحفظ حقوق الدولة في عدم التعدي عليها من سنة إلى سنة أو هو أشمل سنة. المخطط الهيكلي اللي هو يحدد الخطة الاستراتيجية للدولة للتنمية ل2040، هذا اللي راح نوقع إن شاء الله يوم الثلاثاء، واسمح لي أن أنا يعني الثلاثاء القادم برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء مشكورا أمانة، وهذا نوع من الدعم، هو نوع من الدعم يعني أمانة، حضوره لتوقيع يعني حفل توقيع هذا المخطط الهيكلي هو دعم الموظفين البلدية، وراح يكون فعلا لها صدى إيجابي لجميع المنتسبين البلدية. مخطط الهيكلي اليوم تكلم عن إسكان، مشاريع تنموية، جسور، سكة حديد، كل ما فيه من مشاريع كاملة إلى 20 كم؟ 2040. طبعا منها المراكز المالية، اليوم المراكز المالية البلدية خطت خطوات ناجحة ويعني بالتعاون مع الهيئة تشجيع الاستثمار. مركز مالي؟ الآن في مركز مالي موجود، ولكن يعني المخطط الهيكلي الثالث أشار إليه، ولكن احنا اليوم بالقانون تشجيع الاستثمار أعفي الشركات الأجنبية أنها وكيل محلي تفتح على طول. جميل. إعفاء من الضرائب، إعفاء من الجمارك، الرخصة جاهزة للمناطق المالية، هذه راح تكون فيها مناطق مالية دولة الكويت تحددها المخطط الهيكلي، وهذه تنعكس على الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو لتحويل الكويت مركز مالي واقتصادي. هذه هي إن شاء الله الهدف الأساسي. اللي بهمتك مهندس أحمد وهمة جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة حقيقة، نتمنى أن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد اللي نادى فيها من يوم كان رئيس مجلس وزراء في قصة أن الكويت تحال أو تتحول إلى مركز مالي حقيقي، هذا إن شاء الله نتمناه أن يكون على أرض الواقع. دكتورة، ملفك شنو في اليوم؟ ملفي اليوم عبارة عن أفكار في التخطيط الاستراتيجي. كما نعلم بأن الفكرة تبدأ بمجموعة من الأفكار ثم قياس الموارد، الموارد البشرية، الموارد المتعددة اللي تعودنا أن نذكرها، اليوم نضيف لها الموارد التكنولوجية، هل لدينا بيئة تكنولوجية مناسبة لتنفيذ هذه الفكرة، ثم مرحلة التنفيذ، وآخر مرحلة اللي من شارع السور شعرنا أنها مهمة جدا وهي مرحلة التقييم والقياس. فهذه الخطة الاستراتيجية أو هذه الملامح العامة تنطبق حتى على موضوعنا اليوم، موضوع الخدمات البلدية. شكرا لك دكتورة. توعدنا المهندس أحمد أن نكون في حلقة خاصة إن شاء الله بعد الانتخابات عن المخطط الهيكلي للدولة. أتشرف. الله يطولك. كل شكر لك، كن ضيفا معنا في شارع سور، نتمنى لك كل التوفيق وأخوانك في البلدية يوم الثلاثاء القادم، أعتقد أنه موعد مهم برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، نتمنى لكم في التوفيق. شكرا دكتورة. شكرا لك. نتمنى لك أسبوع سعيد إن شاء الله للجميع. شكرا متابعينا الكرام، احنا معاكم في شارع سور إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. إلى اللقاء.